مشاهدي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم البوصله. وفي هذا اليوم تتجه البوصله الى واحد من اهم قطاعات الاقتصاد السوداني. عندما نتحدث عن الاقتصاد السوداني نتحدث عن قطاعين هامين وهما الزراعه والثروه الحيوانيه. في هذا المساء سنتحدث عن الثروه الحيوانيه، واللي بتعتبر او يعتبر السودان من اهم الاقطار اللي بتملك ثروه حيوانيه كما ونوعا. وايضا لهذا القطاع ميزات كبيره، ولكن ايضا يعاني من كثير من الاشكالات اللي بتحتاج لكثير من الحلول. ولنتحدث عن هذا الامر مشاهدي الاعزاء في هذا اليوم. سعيد جدا ان يكون معي داخل الاستوديو بروفيسور ابتسام امين قريش، مدير عام بحوث الثروه الحيوانيه وخبير في الثروه الحيوانيه. بروف، انا برحب بك في الشروق، واهلا ومرحبا بكم. نتكلم عن موضوع هام وحيوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. يعني انا برحب بك برضو، وشكرا موصول لاعضاء الشروق. نعم. برنامج البوصله، وليك بالاخص لاستضافتك في الليله في هذا. ان شاء الله احنا تكون يعني ندلي بفائدات تكون يعني تحفز للرايه اللي هي مفيده. نعم. ويعني تضع بعض الحلول لمشاكل الثروه الحيوانيه. اهلا ومرحبا، مساهمه نتمنى ذلك. واهلا ومرحبا بك. وقبل ما نمشي ونتحدث عن هذا الموضوع، عندنا فاصلة قصيرة نتابعها ثم نعود مشاهدي الأعزاء لنبدأ الحوار. مرحبا بكم جديد. بروف، تابعت معي اللقطه قبل شويه، لكن يا بروف انا قبل ما ابدا معك، معقول يا بروف نحن عندنا الصوره اللي شفناها هسه مراعي طبيعيه ومويه كثيره وبهايم ما شاء الله سمينه، نقعد نعايل اللحمه كده، مش حاجه غريبه؟ والله فعلا غريبه. فعلا غريبه يعني الواحد المشاهد زي ما شاف معانا يعني الخير الكبير يعني اللي بيملك السودان من يعني حيوانات متنوعه واشكال متنوعه ومياه وخضره. نعم. كل شيء موجود يعني الحمد لله متوفر. نعم. لكن يعني فعلا الواحد يعني يتاسى ويحزن يعني انه اللحوم وصلت لهذا الحد، الرغام الفلكيه. طبعا تداخل كثير في القصه دي. نعم. طيب نحن كلمينا شوي عن الثروه الحيوانيه في السودان واللي بيميز هذه الثروه. والله طبعا الثروه الحيوانيه في السودان يعني هي ربانيه احنا بنقول عليها، وانها يعني الحمد لله السودان بتمتع باكثر من 140 مليون راس من الحيوانات المتعدده. منها ابقار تقريبا زي 30 مليون، نفس العدد من الغنام والجمال والضان يعني كل الحيوانات دي 35 40 فيما حوله. وحتى الابل يعني عندنا اكثر من كان بيقول انه التعداد كان 7.5 مليون، لكن هسه فوق يكون 10 مليون ولا حاجه يعني. فعندنا ثروه حيوانيه متعدده عندها صفات متميزه كل متنوعه يعني ومتجدده ومتجدده. نعم. يعني هي يعني مصدر بتاع يعني ثروه حيوانيه متجدد
يزيد يعني ما بينقص، وحتى يعني لو تم البذل بسيط من المجهود يعني كان بدي ثماره. يعني ما زي البترول ولا زي اي مورد اخر من الموارد. ابدا ابدا. نعم. كل المعادن والبترول هي يعني ثروه يعني نافذه. نعم. نعم. ولكن الثروه الحيوانيه متجدده وكل عام بتزيد وتتضاعف الثروه الحيوانيه، رغم انه في سحب ضخم منها في الهناي، لكن برضه ما بنلقاها نقصت يعني. نعم. لو انت زرت برا يعني تعجبك الاعداد تفوق ال 140 مليون، احنا متاكد لو حصل استعداد، الكلام ده تقديريا بس. نعم. لكن لو حصل استعداد حقيقي اكيد بتفوق ال 140 مليون. سافرتي قريب شفتي الثروه الحيوانيه؟ والله شفتها، والله انا يعني لفيت السودان الحمد لله كله، شمال وجنوب وشرق وغرب. وجيت هاي قبل اقل من شهر، انا كنت في شرق دارفور، وزرت الضعين، وزرت محليه يعني عدد من المحليات بتاعت شرق دارفور. بتتمتع بثروه يعني حيوانيه ضخمه، وكان في موسم الامطار يعني المياه كثيره والثروه كثيره، ويعني الحيوانات مليانه والاكل كثير ومجاني. مجانا وشي. نعم. اكلت السمنه واكلت الهناي فيعني الحمد لله يعني استمتعت بكرم الضيافه في هناك المنطقه. نعم. في محليات كثير من المحليات، ياسين محليه يعني مشينا الغزالة جاوزة، أساسا كانت في رحلة الغزالة جاوزة اللي هي أخرج من محطاتنا البحثية. نعم. اللي هي عاملين فيها مزرعة رعوية وفيها يعني إمكانيات ضخمة. بنربي فيها أبقار البقانة بصفات محلية، بنحسن تحسين وراثي موجود فيها هنا في المنطقة. اللي بيميز ثروتنا الحيوانية شنو يا بروف؟ يعني ليه دائما نحن نتحدث عن الثروة الحيوانية؟ دائما بنفتخر يعني حتى مع البلاد اللي عندها ثروات حيوانية، بنقول نحن ثروتنا الحيوانية ما بتشبه أي ثروة حيوانية. نعم أكيد. أول حاجة ثروتنا الحيوانية، إحنا لو مسكنا أي نوع من البريد الموجود عندنا، مثلا أبقار، بنلقى عندنا انواع من البقر، يعني عندنا بقر اللحمه وبقر اللبن، عندنا الكناني والبطاني، وعندنا اللحوم البقاري مثلا. نعم. الضان، عندنا انواع من الضان مختلفه، الكباش والحمري وغيره يعني. نعم. فبدل لان عندنا بريد يعني نوع واحد. نعم. انواع متنوعه ومشكله، وكلها عندها ميزات تفضيليه كثيره. نعم. من ناحيه لحوم البان وكذا. ثانيا الثروات الحيوانيه طبعا بترعى في مراعي طبيعيه. فالمراعي الطبيعيه اكسبتها طبعا ميزه تفضيليه، لان يعني زي ما بيقولوا يعني حاجات عضويه، الاورجانكس، العالم كله هذا بيتكلم عن الاغذيه الاورجانكس اللي هي مداخل فيها اي نوع من التسميد ومن الهرمونات. هي بتتغذى بمراعي طبيعيه خضراء طبيعيه. نعم. فيعني هي كلها لحمه صحيه، ويعني ما بتسبب اي مشاكل للانسان، ويعني في اي يعني مراحل عمره. نعم. في مشاكل لنوع معين من الحيوانات بتختلف من الحيوان الاخر، يعني الجمال، الاغنام، يعني ولا كلها مشاكلها واحده يعني؟ والله طبعا النوع طبعا كل نوع عنده مميزات براها. مثلا حتى من ناحيه الرعي عنده مميزات. مثلا احنا لو شيل الجمال بتاكل من فوق، صح؟ صح. زيها وزي الغنم. نعم. دي الاثنين بياكلوا فوق، ما بياكلوا تحت. الابقار والضان بتاكل تحت. يعني بنستفيد من كل الموجود. نعم. كان تحت في الارض او كان في الشجر فوق. نعم. فدي من الميزات بتاعتها. ثانيا يعني عندنا الجمال بتتحمل العطش، بتهاجر لمسافات طويله، يمكن تكون اكثر من شهر ولا اكثر، يعني ما تشرب مويه، ما تحتاج لمويه خلال هجرتها. فيعني حيواناتنا عندها ميزات كثيره تفضيليه اكثر من اي حته ثانيه، بالاضافه انها يعني ما بنستخدم الهرمونات اللي يعني مثلا عشان ننميها، أنواع كويسة مغامرة وأمراض الحجم بتاعها. هي. نعم. هي أنواع بطبيعتها منتجة للحوم وللألبان. نعم. وإن كان يعني طبيعة التربية بتاعتها شوية بتأثر، يعني داير شوية رعاية وداير شوية عناية واهتمام، لأنه هسه 80% من القطيع الغنمي يرعى بواسطة الراعي المتنقل. يعني الناس ورا حيواناتهم دي صيف وخريف متحركين، لأنه ما عندنا الإمكانيات إنه يستغروا يأكلوا الحيوان في الحتة دي. عشان كده أول حاجة لسهولة يرعوا المراعي الطبيعية اللي هي مجان. في فصلة الصيف والخريف بنلقاهم بيتنقلوا من الشمال للجنوب، حسب يعني المرعى والمياه، وحسب حاجات تانية يعني كثير يعني. نعم. في وقت الخريف بيمشوا الشمال، لأنه المناطق الجنوبية بتكون أمطارها ثقيلة وبتكون موبوءة كمان بالذباب اللي هي بنقل أمراض كثيرة للحيوانات. نعم. يستفيدوا من المرعى في الشمال في الخريف، وما بكون فيه ذباب، يكملوه لما نيجي الصيف يكون جفت شويه الجنوب، ويكون الخضار كويس احسن من الشمال، استنفذوا بتاع الشمال. نعم. رجعوا المناطق بتكون بقت خاليه من الذباب، بيستغلوا برضه هناك. فيعني حتى رحلتهم ذاتها عندها ميزات كبيره، وثانيه هي ذاتها الرحله ذاتها احنا غير انها
بيستفيد من كل المرعى الطبيعيه السيف وشفا من كل في مناطق السودان، برضه بتخلي الحيوانات ما معرضه للحيوانات. اول حاجه ما معرضه للامراض، للامراض تكدس الحيوانات بينقل امراض في بيناتها، وثانيا الوجود في البيئه الرطبه اللي فيها الذباب وفيها الحشرات الناقله للمرض بيسبب الامراض. يعني هي الرحله بالاضافه انها بتلقى الغذاء الكافي برضه بتجنب الامراض، بتجنب كثيره من الامراض. نعم. وبالتالي بكون يعني عندها يعني حيوانات بتكون يعني دائما نظيفه. صحيح. صحيح. وما عندنا اي امراض وبائيه يعني هسه منتشره عشرات السنين. ما كان عندنا مرض وبائي كذا منتشر يعني. نعم ما عندنا امراض، ما في امراض. نعم دي حنتكلم عنها لقدام. نعم. في من احنا في المحاور. آه. اتكلمت لي عن الحركه. طيب الحركه دي ميزات، هل في بعض السلبيات لهذه الحركه؟ نعم نعم في بعض السلبيات. انا ذكرت يعني الميزات للحركه من ناحيه امراض، من ناحيه توفر الغذاء والبحث عن الغذاء، لكن السلبيات فيها طبعا الحيوان بمشي برجلينه لمسافات طويله، يعني من اقصى الجنوب لاقصى الشمال يعني مشاوير طويله، ممكن شهرين ثلاثه يكون ماشي. فدي اول حاجه، بالاضافه انه بترهق الحيوان لانه بتحرق كل الطاقه بتاعته. ثانيا بتخلي اللحمه بتاعته المصل بتكون قويه، يعني زي ما بكون عامل اكسرسايز بتكون قويه يعني ما تندر ما 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 هشه. فدي من احد السلبيات اللي عشان كذا الناس بياكلوا الزنيد ولا شنو؟ الكراي قدام الحركه اللي قدام اقل 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 قايل احتمال مش كذا؟ احتمال نعم احتمال ممكن تكون يعني نعم دي من السلبيات. طيب ممكن احنا نعالجها؟ ممكن تتعالج يعني. ممكن الحيوانات دي احنا طبعا الناس بيتكلموا عن استقرار العرب والرحل، وكل الناس بتنادي بالقصه دي وبنادي حاجات كثيره وما تحققت لانها من الصعوبه جدا. قطيح كبير زي ده، وبيقول للناس تقعد تخليه يستقر. نعم. عشان تقدم له الرعايه الصحيه. يعني دائما الدوله ما بتكون تقدر انه تغطي كل المجموعات، يعني 80% من الناس هم عماره على الرعاه. نعم. هل ده حتوفر لهم كل المستلزمات عشان يستقروا في حته واحده؟ نعم. ابدا ما ممكن، لازم يكون في يعني ناس يعني تفكر في سيستم يكون نصه يعني حركه ونصه استقرار، يعني يتحرك بصوره انه يلقى العلاف والمراعي الموجوده نستغلها وبدون ما نفخ هذا الحيوان. عشان كده الناس يفتكروا يعني نظام هنا المزارع الرعويه، مزارع رعويه يعني كل ناس يحدد لهم مساحه محدده يعملوا فيها نسر بذور، يعني عشان تكون المراعي غنيه يقدر الحيوان يستفيد من المنطقه المحدده دي، ما يتحرك كثير يعني يتحرك الحركه المحدوده دي الطبيعيه، يوفر له المويه والعنايه الصحيه، يحفروا ابار، يعملوا هنا حصاد مياه في المناطق دي في الخريف، وبالتالي توفر له الحياه. وبعدين عنايه صحيه شويه، يعني ممكن تكون في صيدليات بطاريه، في عنايه صحيه. نعم. فدي فعلا بتساعد انه يعني هنا، بالتالي ثاني بعدين تكون كل الخدمات موجوده. وحتى الناحيه التسويقيه المفروض تكون في الحته دي ذاتها، يعني احنا لو يعني ابتكرنا له نوع من التسويق بتاعت منتجات الالبان بتاعتهم او اللحوم او المسالخ تقوم وتوزع في الحتات، وتكون في مواصلات يعني عشان تنقل تسهل الطرق تسهل الطرق، النقل مبرد يكون مثلا. نعم. عشان نوديها لمناطق الانتاج، او حتى تكون مثلا في نقاط محدده لتسويق الحيوان وتصنيع اللحوم والحاجات زي دي، وبعدين من هناك تطلع برا طوالي للتصدير راسا. نعم. طيب احنا يعني ممكن نستفيد من النقطة دي في نعم. في الشركات؟ أكيد. نعم. أكيد الشركات طبعا الراعي طبعا هو رغم أنه الراعي يملك ثروة كبيرة، لكن يعني عشان يصرف على بالصورة الحديثة يعني يعمل مسالخ ولا يعمل مصانع ولا يعمل تجميع لبان، هي صعبة. لازم يكون في شراكات معيارية، شركات محلية وممكن تكون شركات خارجية. نعم. هذه كلها مشكلة لأنه فيها تغانى كثيرة، النقل المبرد، السكة الحديدية، مسالخ الحديد، مثلا المسالخ الحديثة، لأنه احنا يعني دائما بيجونا ناس من برا، لكن لما نيجوا شوف مسالخنا تعبانة ما بشيلوا يعني. نعم. احنا أحسن إننا نصدر حيوان مصنع ولا نصدر حيوان كخام كده كامل. نعم. يعني حسب تصديرنا اكثر التصدير بيعتمد على الحيوانات الحيه. نعم. اللي هي يعني بنفقد فيها قيمه كبيره مضافه. نعم. وممكن تمشي الدول المجاوره ويعاد ضبحها هناك وتصدر، يعني كل القيمه المضافه دي هي اقيم من قيمه اللحمه اللي احنا بنبيع حيواناتنا عشان اللحمه. يعني احنا سياده الجلد والراس ما حنستفيد، ما مستفيدين يعني. حتى الباي برودكت من الضبيح بعدين اللي هو الجلود والحاجات دي بتكون قيمتها اقل من قيمه اللحم. نعم. بالاضافه لكده بيصنعوها، بالاضافه لكده لحمتنا دي ذاتها بتتصنع وتتعبى وبتتصدر لاوروبا. نعم. ودي حقتنا نحن، حقتنا نحن، ويكون فيها الدراجة بتاعت البلد. ليه نحن ما قادرين نعمل الحاجة دي؟ والله دارين إمكانيات ودارين دعم يعني. نعم. لأنه زي ما قلت لك الراعي والهناية ما يقدر يعملها. المفروض تكون في القطاع الخاص يساهم.
والدولة الساهمة. الاستقرار السياسي له تأثير؟ أكيد أكيد الاستقرار السياسي له تأكيد جدا جدا لأنه كل الجهات البرة يعني دايرين ضمانات إنه يستثمروا في بلد لا يكون عندهم ضمان يستغلوا حياتنا الخلاف في البلد دي لازم يضمنوا إنه حترجع لهم يعني لعدم الاستقرار في البلد بأثر في كل حاجة يعني ما إلا في البيئة بأثر كل الاقتصاد في البلد بأثر على الاستقرار السياسي بعدين كل الدول العالمية بتكون يعني السودان ده منطقة غير مستقرة ما في زي ما بيجازف يدخل رأس ماله عشان حاطل عليه كيف يعني رأس ماله فأكيد الاستقرار السريع يلعب دائما إحنا نتمنى إنه يعني في ظل إنه يتغير الأوضاع ويكون فعلا الناس يعني تقدر تسوق منتجاتها للعالم دايركت ليه إحنا نصدر عن طريق مصر ولا عن طريق الخليج ولا حاجة زي دي نصدر إحنا بنقل القيمة المضافة يعني جلودنا ذاتها حتى الجلود ذاتها ما نصدرها خام برضو جلود الزيادة نصنعها برضو كل ما نصنعها بتكون قيمة مضافة وكي وزير الصناعة تحدث في النقطة دي وقال نحن يعني لابد انه ننتج ونصنع نعم دي حيكون عندها عائد اكبر اكيد برضو. اكيد يعني جلود جربلة لو احنا حسبنا الجلود اللي بتطلع من الحيوانات اغلى من قيمة الفلحمة بالاضافة للحياة الثانية شنو عندنا شنو احنا ممكن نستفيده من من الحيوان اذا اخذنا واحد من الحيوانات كنموذج والله اي حاجة في الحيوان قالوا الحيوان في ناس بيقول ان الحيوان ما بيروح منه الا صوته يعني الا صوت اي حاجه في الحيوان ده بنستفيد منها من العظام نعمل غيره من الجيلاتين بتاعته الجلود زي ما قلت فيها صناعه ضخمه ومفيده حتى الاحشاء بتاعته ناس بيستفيدوا حتى بنقول احنا الكمونيه حسه بيقعد عندها سوق عالمي فيه بقالات حسه في البلد بتلقاها معربه وبلون ابيض نظيفه وابيض كانها شفتها ودي حقتنا يعني احنا احنا كنا بنعملها طبعا بالكمونيه ما كان العالم بيعرفها ما كان بيعرفها العالم كله كان كل الاحشاء دي في الدعوه نعم فنحن اللي خلينا الناس يعني انه ناكل المراره وناكل الكمونيه وما بنستفيدوا منها واحنا هنا لينا محليا بناكلها محليا لكن ما بتكون في السوق ولا بتكون مصدره ولا حاجه زي دي بالاضافه يعني في حاجات كثيره الناس ممكن تستفيد منها يعني زي ما قلت لك الغيره وممكن تستفيد من حتى شفت الجوه يعني الوسائل على المؤاخذه يعني البراز بتاع الحيوان ده كله بيستفيد منه يعني مواد عضويه ومواد لاسمده وممكن يستفيد منه كثير والله انت يعني مصداقيه لكلامك يعني يمكن احنا مشينا لمدني لمشروع لوتا وحقيقة يعني وجدنا انه حتى الغاز اللي بيشتغلوا به هو من الروث بتاع البهايم والسماد للمزارع من نحن ما مستفيدين من كل هذه الاشياء ابدا وعامله لنا مشاكل وبعوض وبعوض يعني 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 انا ما عارف يعني ليه نحن ما قادرين نستفيد من خلال تجربتك الطويله والعريضه نحن ليه ما قادرين نستفيد والله لانه الحاجات دي ما بتتجمع زمان كان اتذكر الروز بتاع الحيوان ده بيستخدموه للزباله واللي هنا بس دي استخدام الحاجه نعم يعني البنازل والمباني والحاجات زي دي لكن هسه يعني في وعي هسه في وعي في وعي يعني الناس هسه تطورت وبقت تستخدمه وبقت حتى البقايا تحت المجازر دي بتجففها بتعقمها بتستخدمها في دخيلها في صناعه العلاج بتاعت الدواجن نعم هي بروتين الدم ذاته بشيلوه وجففوه وعقم لكن لازم يكون في شغل صحي ويتعقم لان في ناس كمان بيشيلوا بس من السلخان يكبوا في الاسماك ويحاولوا الاسماك دي بتعمل المرض بتعمل لكن المرض. لازم تتشال بطريقه صحيحه وتتعقم اذا كان دم اذا كانت مخلفات بطريقه صحيحه ممكن الناس يستفيدوا منها خاصه الدم بروتين عالي العظام برضه في الصحن ممكن كالسيوم يضيفها في العلاف تحت الدواجن بالذات طيب بروف نحن تكلمنا وانت تكلمتي عندنا جمال عندنا ماعز عندنا ابقار شنو اللي عندنا نحن ممكن يعني هي كلها بنستفيد منها لكن الثروه اللي الاكثر هي او راس الرمح في العام في الثروه الحيوانيه عندنا شنو؟ الثروه الحيوانيه كلها يعني عموما الافضل يعني عندنا فيها ميزه تفضيليه هل هي الاغنام ام هي الجمال؟ والله طبعا يعني حسب السوق العالمي يعني مثلا لو نظرنا دول الخليج بيفضلوا الضان الضان الصغير والماعز والماعز لو شفنا مثلا مصر بتحب تجيب الابقار والجمال الابقار والجمال الابقار نمره واحد الجمال يعني في العالم كله اكثر الناس طبعا بيفضلوا لحمه البقر يعني برا في اوروبا ناس بيشوفوا الابقار اكثر حاجه لكن يعني حسب الناس حسب مزاج الناس ذاته طيب بتفتكري انه العلاقه بين الحيوان والثروه الحيوانيه والزراعيه في السودان علاقه جيده او نحن قادرين نستفيد او قادرين يستفيدوا الاثنين من بعض ولا ممكن تكون العلاقه افضل
والله يمكن تكون افضل يكون في تكامل. هي قطاع زراعي يكون تكامل يعني تكامل بين يعني حسب المصانع بتاعت الزراعه منتجات منتجات الزراعه ذاتها بعض الحصاد الناس ممكن تستغل لها وتربي فيها الحيوانات حتى المزارع ذاتها في فتره معينه ممكن الناس يعني كل ذول عنده مشروع زراعي يفترض يكون عنده شويه ابقار على الاقل الحيوانات لانه يعني انت بعد ما حصدتهم انت هنا محصولك الباقي ده كله ممكن تستفيد منه. نعم. يعني حس الناس برضو اتطور الزمان ما كان هنا يعني حس بيجي تحس يعني مش باقي الحصاد بس حتى النباتات الطبيعيه اللي بيقوم في المزارع في الخريف يعني فتره الخريف بيحصل لها تحزيم فدخلت تقنيات جديده والناس بيجوا يعني في وعي كبير في وعي هسه بتمشي هسه ما بتلقى القشمة محزم حزم حزم هسه بتلقاه في بالات ومحزم بصورة صحيحة ويستفيدوا منه مخزن وممكن مخزن في فترة الصيف وفترة الجفاف يستفيدوا منه نعم. وبحل مشكلة كبيرة عشان كده التكامل بين الزراعة يعني والسرعة الحيوانية مهم جدا نعم. جدا يعني. طيب نحن في نقطة مهمة جدا ما دام انت الان تتكلم عن هذا الكم الهائل وبتتكلم عن الميزات التفضيلية الموجودة عندنا الإشكالات اللي كان بيعاني منها القطاع شنو في الفترة السابقة؟ والله القطاع بيعاني اول حاجه طبعا التمويل والسياسات يعني تقول في سياسات واضحه حتى بالنسبه للحيوانات مثلا المراعي يعني دائما بنلاقي القطاع الزراعي متقول على المراعي ويقطع المراعي وبعدين دائما بيكون في احتكاك بين الرعاه وبين المزارعين يعني لو ما فقت يعني تحددت يعني مناطق محدده للرعي وحميت بالقانون حمايه القانون يعني للمراعي الطبيعيه الموجوده انه لازم الحيوان ده احنا لازم يعني ما كل شيء احنا حنزرعه صح؟ الزراعة عندها رياضي والحناية يعني الخطوط ذاتها بتاعت مسارات الحيوانات هو روح الحيوان بترتحل لازم فيكم مسارات عشان ما تأثر على الزراعة تكون معروفة انه المسارات دي ما في ذول يتعدى على ولا يزرع فيها نعم. فدائما بيكون في احتكاكات كثيرة مشاكل التمويل برضو يعني المفروض تكون في تمويل اكبر وتمويل اصغر على سن الناس المستثمرين الصغار يقدروا يستثمروا البنية التحتية للقطاع اللي هي مثلا قلت زي ما قلت لك المسالخ وقلت لي مثلا المحاير والمسالخ لانه طبعا المحاير والمزارع الرعويه زي ما قلت لك اي نعم. والتبريد ذاته لانك انت لو يعني لو حاولت تعمل مصانع او تعمل مسالخ في مناطق الانتاج اسهل لك من تعملها تكدسها في العاصمه او في الميناء نعم. فلو تكون في يعني نقل مبرد نعم فده بسهل لك انك انت ممكن تطبخ في اي حته وتجهيل اقل تكله وتجي معاشه ويكون فيه طبعا نعم. تصل لمناطق التصدير راسا او حتى تكون فيه حتى لو ناس يعني سكه حديد من هناك تمشي طوالي من الميناء الرئيسي تصدر برا وحتى نعم. مطار يعني اللي قدام نعم. الواحد يامل انه السودان يكون يصل للمرحله دي يعني طيب بتفتكري ليه يعني هل الخبراء والمسؤولين ما كانوا عارفين هذه الفائده من ال والله عارفين عارف يعني ما في يعني المهم حتى لو كانوا ما عارفين يعني لما الواحد يجي ويقعد يمكن الحكومه بيعرف انه في شنو مهم شنو المفروض نعم. يعمل شنو نعم. لكن طبعا حسب الاولويات يعني في ناس يعني ما عندنا اولويات مثلا او افتكروا انه الثروه الحيوانيه دي يعني كثير من الناس يقول لك الثروه الحيوانيه يعني حاسه احنا في الميزانيات بتاعتنا بيصدقوا لنا الميزانيات لكن لما نجي ما في زول قاعد يدونا ليه ما بدهم يعني لو ادونا 10% من المصدق فعليا معناه ما قصروا فيعني الاحساس بانه ما اعرف يعني المفروض تكون فيها مشترك خاصه نعم. من الناس الماسكين المال نعم انه الثروه الحيوانيه دي هي انفق عليها عشان تديك هي اهم يعني داعم للاقتصاد السوداني نعم. الفهم ده لو وصل يعني انا حسيت اني اداب بديت يعني بدا يسمع معنا نعم. فالفهم يعني المشترك ده المفروض يكون موجود واحترام يعني الناس اللي شغالين في الثروه الحيوانيه والبحوث بالذات احنا بنعمل بحوث ما قاعدين نستفيد منها لانه ما نطبقها وتحتمد كل الثروه الحيوانيه على البحوث نتائج البحوث ممكن نستفيد منها في البحوث تطوير الحيوانات مثلا اول حاجه في البحوث بنلاقي اللقاحات دي هي الاساس نعم اننا على صحه الحيوان لانه الحيوان احنا بنصدر يعني ننتج اكثر من 60 مليون جرعه بنطعم كل بيعنا دي المفروض تدعم صناعه اللقاحات التشخيص برضه يدعم التشخيص بالتدريب ده ما كان بيدعم والله الدعم ضعيف يعني ضعيف البحوث ذاتها كانت تدعم ب هنا 0.1 معقول الدرجه اي والله حاجه ضعيفه جدا ضعيفه جدا فيعني احنا بنعمل انه يعني تدعم البحوث وتدريب الناس العاملين في الحته دي ما يعني موجوده كان التدريب؟ ما في تدريب والله، التدريب وقف كثير من كان حصار في السودان احنا كنا ناس مدربوا بصوره منتظمه برا يعني بس يعني كان حرمنا يعني من التدريب فترات طويله ان شاء الله يعني بعد الانفراج ده يعني ناس تعود يعني نكسب الثقه وترجع كنا
يعني في انجلترا وامريكا كان احنا اكثر من يعني 90 دول سنويا بدون فرص بتاع التدريب. وقفت، بنعتمد على المنظمات بس تدربنا، الاجهزه المعدات كانت موجوده. يعني ده كله كان معطل؟ كان معطل لانه كان البلد تحت اول حاجه الحصار، بسبب الحصار الاقتصادي، وثانيا زاد يعني الوعي يعني انه السلع الحيوانيه اللي هي المفروض تكون الاهتمام ما كان فيه اهتمام كافي. نعم يعني في الفترات الاخيره بقى فيه اهتمام لكن برضه ما كان في تمويل. نعم يعني مناسب. نعم يعني يرقي بمستوى السلع الحيوانيه. انت تكلمتي قبل شوي عن البحوث وتكلمتي عن الامصال وتكلمتي، شنو الكلام اللي بيدور الان عن الثروه الحيوانيه في السودان؟ وهو انا شايف يعني قدر الناس اللي بتاكل لحمه ما شفنا زول اصابه مرض، ولا شفنا يعني الناس الان كان بتتحدث عن 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 الصادر السوداني وعن الامراض وكلام راج في الاعلام، هل الكلام ده كان عنده اي مصداقيه؟ والله اول حاجه انا بضمن الناس انه الموقف الصحي بالنسبه لحيواناتنا موقف جيد سليم، ما في اي مشكله. وبدليل كده يعني ما في لحمه هنا الناس ما اكلوها. نعم. وما في لحمه مررت لها، ما في زول نعم. وزي ما قلت لك السبب في كله انه طبيعه تربيه الحيوان زي ما قلت لك حقتنا اللي هي النظام اللي هو الرعي المتنقل. يعني ما في مشاكل صحيه، مراعي جيده. مراعي جيده. نمرة اثنين في برنامج متبنياه الوزارة اللي هي برنامج المسح الوبائي. نعم. وهو برنامج منتظم. احنا بنعمل كل الفحوصات على كل، بنعمل تغطية كاملة للأمراض الموجودة من بدري وبنطعم ضدها. ودي حسب استراتيجية قومية يعني هي تتبع الاستراتيجية بتاعت المنظمة العالمية لصحة الحيوان. نعم. بننفذها احنا في السودان. وبالتالي احنا عارفين شنو اللي عندنا والما عندنا. مرات بسيط تحصل بؤر صغيرة. الناس بتقدر تتعامل معاها. التعامل معاها بكون هنا حسب صحيح. حسب نوع ذاته. يعني ممكن في بؤره صغيره تظهر في حته الناس تحاصرها وتنتهي منها بدون اي ما تنتشر لاي حته ثانيه، بدون ما يكون في رام، بيكون مي حيه. نمرة اثنين حتى لما تحصل زي دي احنا يعني عشان نعلنا الاعلان ما بكون عشوائي. الاعلان ما بكون الا عن طريق الوكيل. يعني احنا مثلا حتى يعني في المعمل حتى لو لقينا اي شيء بنوصله. يعني كان ده كلام بس رايج ما عنده وصله بالطريقه يعني موصله للوكيل، والوكيل هو الوحيد اللي ممكن يعلن المرض. نعم. وحتى الوكيل لما يعلن المرض ما بيعلنه لاي زول، بيعلنه للمنظمه العالميه لصحه الحيوان، هي بعدين بتشوف تتاكد انه المرض ده فعلا موجود ولا. عشان كده انا بفتكر انه الحديث في الاعلام الكثير هو بضر بالبلد اكثر من حاجه ثانيه. هو كان كلام ما كان والله يعني هو طبعا تبع الاعلان عنه انا يعني حصى، لكن يعني ما كان بالصوره اللي هي ممكن يعني يعني هو الناس ضد الشفافيه طبعا مطلوب. لكن احنا ممكن في بؤر كده ممكن الناس يعني يعني لحمتنا ما فيها حاجه. والله هسه في الوقت الحاضر ما فيها حاجه، ما في اي حاجه. ما فيها حاجه، ما انا ما شايفه في شيء، ما في اي حاجه، ما في شيء. الناس تاكل عادي؟ والله عادي. لو قدروا كمان يشتروا يعني الناس وقت شايفه الظروف هي ما نزلت الحمد لله رغم كده ما نزلت. نعم. طيب انا ده اسال ليه ما نزلت رغم انه يعني ثروتنا كبيره؟ والله ما نزلت لانه طبعا في عوامل اقتصاديه كثيره دخلت في القصه دي. يعني هسه شنو نزل في السوق؟ نعم. اي زول بيقول انا مثلا السوق غالي وماشي ودولار، انا كمان داير اعيش. يعني انا عندي قلم بقول القلم بخط فيه وزي راح، لان انا القلم ده حبيعه وحشتري بيه وشنو حشتري اللبن وحشتري السكر وحشتري اللحمه وحشتري مشكله حاجة. كبيره. فهي دي الموازنه عامه، عشان كده لازم تكون استقرار كامل. ها اكيد جشع. اكيد يعني هسه تفتح المحل انت بتلقى البضاعه يعني في نفس الحاجه هي ذاتها بيكره صباح بتلقاها زادت هناك. نعم. وهي قاعده في محلها وقاعده في مكانها. بقول لك انا يعني لو بيحتها ما حقدر اشتري. نعم. المشكلة انه هو مشتريها بفعل اقل. نعم. وده شيء بيحاسبوا عليه ربنا سبحانه وتعالى. يعني طبعا احنا لو مشينا الحاجة انه ربنا ده المفروض يبيعها بارباح وبعد كل بضاعة يجيبها ياخذ فيها الربح بتاعها. لكن نعم. ما بيحصل كده، يقول لك احنا يعني فقدت قيمتها يعني. نعم. فالناس بتحاول تعيش يعني، لكن ان شاء الله الله يفرج على البلد يعني. نقول امين. خلي يعني. نعم. طيب نحن قبل ما نتواصل معاك ونشوف الصادر ومساهمة الثروة الحيوانية في الاقتصاد السوداني، حناخذ مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. نرجع لنقطة مهمة، يعني البحوث واحدة من يعني البحوث في أي مجال إن كان أكاديمي زراعي اقتصادي سياسي، البحوث بتلعب دور كبير جدا. يا ريت نتكلم شوية عن البحوث. والله أكيد يعني البحوث لها يعني دور كبير في تطوير. نعم. كل قطاع. نعم. وخاصة في قطاع السلع الحيوانية.
لانه بالبحوث ممكن تسيطر على الامراض. يعني انت بتبحث عن اسباب المرض وطريقه انك انت تقاومه وكيف تحمي الهنايه وكيف تنتقل للقاح عشان انه مثلا لو اصله محتاج للقاح. اي بعدين التشخيص المبكر برضه. كيف تشخص المرض من بدري عشان تحتويه. ثانيا البحوث برضه في انتاج اللقاح زي ما قلت لك. وعندنا برضه بحوث في مجال الانتاج الحيواني اللي هي تطوير النوعيه بتاعت الحيوانات. انت عارف ان احنا العدد الكبير الضخم ده يعني ما بكون عنده قيمه اقتصاديه لو ما احنا حسنا فيهم. لازم تحسن. نحسن التغذيه باستفاده من الاضافات الموجوده المحليه. تكون في اضافات جديده لها على فيها حياه زي دي تحسين التغذيه. ويكون في تحسين عن طريق مثلا الاختيار السلكشن احنا بنقول له. نعم. الانتخاب. يعني انت عندك قطاع عندك مثلا ابقار البقار انت ممكن تنتخب الاحسن منه وتتخلص من التعبان. نعم. على سنك تحتفظ بسلاله يعني ما تربي اي حاجه لازم. نعم. تكون ما يكون اسس علميه. وتختار تراقبها بريكوردينج سيستم انك انت تختار الكويسه هي التكاسره والباقي تتخلص منه. بالتالي برضه الانتخاب بادخال بادخال الجينات الاجنبيه. اللي هي الجينات العاليه الانتاج اذا كانت من لحوم او من البان. نعم. يعني احنا عندنا زي ما قلت لك حيوانات بتاع البان زي البطانه يعني مصنفين انتم. كيف؟ حتى احنا عندنا كله في كل يعني منطقه عندها ميزه تفضيليه عندها نوع معين تمتاز بنوع معين من الحيوان عندنا هو محطه. عشان البحوث تجري فيه. يعني هسه مثلا في عدبره عندنا البطانه في عدبره عندنا محطه بتاعت عدبره كبيره بتحتني بدار البقاره. نعم. عندنا في ام بنين الكنانه الشكاب بنعمل خليط. خليط. نعم. اللي هي الخليط ده ممكن يكون بابقار بين البطانه والمحليات يعني. نعم. او ادخال دماء اجنبيه يعني الناس دخلت الفريزيان واثبت نجاحه كامل في السودان هسه في مزارع ضخمه فيها يعني بيور فريزيان او فريزيان صرف ضد الناس اللي بتاعه حقنا دايس عملته حرنا طبعا الصافيه اللي هي بيور فريزيان دي اللي جاي منها دي طبعا ناس يعني القطاع الخاص عاملين مكيفات وحاجات زي دي لكن احنا دائما تحسيننا ما بكون بالصوره دي لانه احنا دايرين حاجه اقتصاديه ده كلام سليم بنعمل تحسين بنسب 50% لحد 65% عشان شنو؟ تتأقلم تتأقلم أول حاجة نسيب من ميزتها ذاتها بتاعت المقاومة للمرض إنها يعني في البيئة بتاعتها ذاتها بالإضافة إننا حسنا السلالة بتاعتها الجينات بتاعتها على أساس إنها تكون عالية الإنتاج من اللبن. وكذلك من اللحوم يعني إحنا شنو الغزالة جوزت أبقار اللحوم زي البقارة دخلنا لها مثلا سلالات السيمنتال البرازيلية برازيلية وأدت تجربة كويسة جدا جدا هسه موجودة في غزالة جوزت وإحنا فكرتنا إننا ننتج عيول تكون يعني محسنه ومملكه للناس. نعم. للكوميونتي يعني ناس. نعم. ملاك الحيوانات وبنفس. نعم. الطريقه في الشكابه وفي ام بنين وفي المطانه يعني. نعم. دي حسب اللي هناك بالاضافه حتى عندنا برضه في الماعز عندنا تجارب كويسه. نعم شايف الماعز حتى الماعز الماعز بكم مليون حاجه. آي. وبعدين. نعم. يعني فيها البان كميات. كبيره. آي. دخل ناس السعانين برضه تحسين بالسعانين لان دي الماعز بتاع اللحم. والشامي الماعز الشامي واحنا بالنسبه للحم برضه دخلنا البوير والكلهاري بتاع جنوب افريقيا بدت انتاجيه عاليه من اللحم يعني اذا توزيع اللحم في الكاركس ذاتها يعني عالي. نعم. يعني كميه كبيره من اللحم اكثر من اللي هناك بتدي لحوم كثيره. نعم. فالطريقه ده كلها بتتم الا عن طريق البحوث. البحوث برضه عندنا شغل كبير في الاسماك. نعم. في الفترة اللي فاتت دي يعني اهلنا كثير من البحيرات وحتى في هسه كله اي يعني سدود دائمه جديده. بيكون عندنا محطات بحثيه هناك تشتغل في المخزون السمكي وفي نوعيته وتحسينه ومزارع واستزراع سمكي في الشجر عندنا استزراع سمكي. ما قادرين نستفيد من الاسماك ليه؟ يعني احنا يعني كميات عندنا انهار كميات عندنا البحر الاحمر عندنا 150 كيلو في البحر الاحمر عندنا ليه؟ يعني سبحان الله انا حاقول لك حاجه يعني انا مس يعني قريت في ديباجه. نعم. لو قلت لك حاجه غريبه جدا التونه ب 400,000 70 جرام سبحان الله 70 جرام ب 400,000 يعني اربع عيلة مرتب زول سبحان الله يعني حاجة غالية ما سهلة لين احنا ما قادرين نستفيد يا بروف والله لمشاكل كثيرة صيد السمك احنا في اتفاقية بتاعت التونة دي وبعدين حتى نصيب السودان ما قادر يستفيد منه احنا نتمنى ان الناس دي مشكلة حقيقية نصير ده يعني بيتباع لنا لانه ما في ناس ما قدر يستثمروا لكن ان شاء الله في الاثر الجاي تفتكر هم بيبيعوا حتى نصيبنا اي ان يعني عندنا اي دي مشكله حقيقيه وعندنا كل الانواع ما الا التونه عندنا كل الانواع في البحر الاحمر الاسماك البحريه عندنا هذا محطه في البحر الاحمر شغاله في الشغل ده
واسماك البحر مختلفه طبعا، كل الانواع اللي فيها والجمبري واي حاجه عندنا كله موجود. اسماك المياه العذبه عندنا اللي هي البلطي وغيره ديل ما مستفيدين كلها يعني فيها استزراع سمكي في احنا يعني رفدنا كثير من المسطحات المائيه في الغرب وكل حاجه هسه في الصنوط بتاكل لحمه في الصنوط سمك سمك احنا عندنا فقاسه هنا بننتج الزريعه وبتمشي الناس اتيام بتوزع علينا في كل المسطحات المائيه في الغرب هسه في سمك في الصنوط في سمك حاجه نعم عندنا هسه عندنا اتفاقيه برضه في عندنا محطه في مروي برضه حنبدا فيها شغل فيها شغل هسه يعني مؤسسه يعني لا بعد السد يعني بدت بعد السد وماشيين كويس جدا جدا هسه افتتحها قريب ده هسه جديد المبنى الجديد كان عنده مبنى صغير هسه يعني عملنا مبنى بتفتكري ان احنا ممكن السمك ده نستفيد منه ونصدره كمان ونصدره يكفي لانه كفي. السمك الناس مهتمه به الحقيقه لحوم خفيفه صحيه لحوم البيضه واحنا دايرين نعمله بديل هسه لو دخلت انه ثقافه السمك بقت كثيره منتشره نعم نعم فهو ممكن يكون بديل للحوم الحمراء عشان انه اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء ممكن نخلي الصادر نعم الناس مطلوبه الصادر الناس تاكل سمك تاكل سمك يعني على الاقل تغطي السمك الجداد والجداد حسب طبعا الجداد بقى يعني منتشر طبعا الجداد الخاصه ضخمه نعم يعني والله انا صراحه حزنت لانه نحن حتى يعني نصيبنا نحن في المياه بنبيعه او نحن ما مستفيدين منه اتفاقية التونة والتونة بتجينا من مناطق يعني هي أقل إمكانيات مننا يعني يعني نتمنى أنه الناس يعني تمشي في هذا الاتجاه يا بروف يعني لا نتكلمنا عن الأسماك وتكلم يعني السودان بيسخر بثروة حيوانية كبيرة جدا ممكن تكون هي السهم الأول في الاقتصاد أكيد اكيد ممكن تكون الداعم الكبير للاقتصاد وممكن تكون هي عماد الاقتصاد اكثر من البترول واكثر من الذهب واكثر من حاجه ده حس احنا ما ذكرنا هسه ذكرنا الاسماك حتى الحياه البريه احنا حسب ما دخلنا الحياه البريه نعم عند الحياه البريه عندنا مركز بتاع الحياه البريه ومفروض كل الحياه البريه تخش في منظومه الاقتصاد ده كلام عندنا الجاموس ما قاعدين نستفيد منه عندنا الثعابين عندنا التماسيح مشيت نيروبي بتلقى الناس في مزارع بتاع تماسيح بياكلوا لحم التمساح اللي هو واي نوت يعني احنا هنا بنخاف منه وما يعني ما شغالين به حتى غير الاكل برضه في 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 يعني حياه بريه الناس بيستفيدوا منها كثير يعني عند قيمتها الاقتصاديه ذات الجلود بتاعت التمساح بتاعت يعني في حاجات كثيره الثعابين الاصله الاصله ده كله موجود الفيل الحياه اللي هنا الجلود هنا الاي الاصله التمساح برضه الناس ممكن تبيعها ده كله نحن ثورة ضخمة برية ده كله نحن ما مستفيدين منه طيب انت قبل تكلمتي عن نقطة مهمة جدا الميزانية نعم الميزانية بتساعدكم في شنو يعني انا داير اعرف يعني ممكن كان تساهم معكم في شنو الميزانية طبعا احنا غير ميزانية السيرة العادية اللي هي طبعا الصرف العادي للهيئة عندنا مراكز بحثية عندنا بنشتري حيوانات تجارب اكل حيوانات تجارب نعم. المعينات البحثيه معينات التشخيص لو انت اي تجربه بنجيب مثلا الماده الوراثيه بنشتريها زي سيمين من برا ففي حاجات كثيره احنا بنستفيد منها حتى تدريب الناس الاجهزه والمعدات دي كلها طيب انتوا ايديكم مكتفه يعني كان والله يا شبه اي طبعا يعني طالب مشكله حقيقيه تقريبا والله نتمنى يعني الفتره ديك يعني تحت الحصار واحنا بنعتمد على المنظمات بنعمل مشاريع وبنقدمها للفاو بنقدمها للطاقه الذريه ما بيشتغل بيكم لا بدون بس المنظمات المحترمه دي لكن يعني لكن نعم. يعني بصفه رسميه ما بدون لانه في حصار كان نعم. لكن نعم. المنظمات ممكن يعني الان بعد بعد الانفراج اللي حصل يرجع الحال اللي كان ويكون احنا فعلا يعني احنا كانوا ممنوعين من اي شيء يعني نعم. احنا حتى كان دارين مثلا مواد تشخيصيه من اشتراء من تجار الشنطه او عن طريق الخليج او عن طريق مصر الناس ودي بترفع قيمتها وبعدين برضه الكواليتي بتاعها يعني الحفظ ما بكون حفظ كويس طيب ده معناه الثوره دي يعني والان الحكومه الانتقاليه والانفتاح اللي حصل قد يساهم مساهمه ان شاء الله كبيرة. نعمل ان شاء الله كل نعم. شيء الحياه تتعدل والحياه تتصلح والانسان يكون مفتوح لكل الناس نعم ويكون التصدير والاستيراد بسهوله يعني حتى نعم. اسبيراتنا احنا ما كنا قادرين نجيبها بتاعت اجهزتنا ومعداتنا بتاعت اللقاحات ما قادرين نجيبها في فتره من الفترات الناس تحدثت عن تصدير الاناث ايوه نعم يعني دي واحده من المشاكل في ناس كثيرين جدا بيفتكروا انه حتى ميزاتنا انتقلت للخارج هل دي برضو كان من المشاكل الموجوده؟ والله يعني لكن هي طبعا الاناث ما كان في الفتره اللي قالوها دي يعني هي ما كانت حقيقه فكان في مشاكل كان فعلا وبعدين حتى لما كان في امراض كان في امراض افتكر الواد المصدع ولا حاجه غير امراض واحد من الامراض كان يعني
خلت الصادر يجيب فتره معينه وبعدين قبل كم سنه يعني يعني كان في تكدس في حيوانات وكان يضطروا انه مثلا يتخلصوا من جزء من الحيوانات. لكن حتى انا يعني لما طلعت على الـ 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 القرار اللي طلعوا كان من زمان ابو كلابيش اظنه كان له عدة سنين بيقول طول يعني بدري انه كان انه يعني الاناث لا ما تكون يعني اناث منتجه. انا ما اعرف ممكن يكون في تجاوز في الحياه دي احتمال يكون حصل لكن القرار طلع انه كان تكون ما منتجه كبيره السن حياه زي دي ما منا يعني كانوا بيروا انه ما منا فايده يعني ما منا فايده. انت متفائله؟ المفروض ان احنا ما نصدر اناثنا طبعا عشان نحفظ بميزتنا نعم انت متفائله في العهد الجديد ده وخاصه انت قبل شويه تكلمت عن انه في اهتمام حاسه انه في اهتمام والله يعني الحمد لله يعني حاسه احنا ماليه انا مشيت قبل كم يوم قبل يومين ماليا يعني حسيت انه في وعود كبيره وفي حاجات كثيره عندنا مبنى حيتبني بتاع الراحات وعدونا انه حيتبني طوالي وحيدعمونا وحيدونا وان شاء الله احنا نعمل انه الحاله تتصلح يعني تكون نمشي لقدام يعني متاكده انه اي دعم من الدوله بنعكس انعكاس كبير يعني اكبر مما تصور نعم نحن ما يعني انت بتفتكر احنا لسه ما استفدنا من ثروتنا الحيوانيه والله ما استفدنا نهائيا لغايته يعني ما استفدنا حتى اللي بيجيبه ده هسه بيجيب يعني مليون دولار لكن برضه هي القيمه المفروض تجيب اكثر كثير من كده يعني تتوقعي مثلا احنا لو صراحه استفدنا من ثروتنا الحيوانيه كانت سمكيه كان ممكن نحن نصل لارقام فلكيه ممكن ولا نحتاج لذهب ولا اي حاجه والله ما نحتاج لاي شيء يعني كله تكون زياده سيئه الخير يعني خير ونحن هنا ناكل لحمه وناكل لحمه رخيصه زي ما ناكل لحمه رخيصه كل يوم كل يوم ثلاث مرات في اليوم زمان ثلاث مرات الان اصبحت مرة في اليوم مرة في اليوم عند البعض واحيانا واحدين واحدة مرتين في الشهر وعليها مرتين في الشهر مرة حكاية صعبة نعم ربع كيلو زمان الناس كانت الحمد لله نتمنى يعني انت تتوقع ان شاء الله اذا الناس اهتمت كل الامور تصلح وترجع زي زمان ان شاء الله والقطاع اكيد القطاع الحيواني عنده ياخذ مكانته ويحتل وقته ويكون يعني فعلا داعم للاقتصاد السوداني ومرة ثانية انا صراحة سعدت بك وانت زي ما ذكرتي يعني نتمنى انه الاهتمام بهذه الثروه الحيوانيه الكبيره خاصه احنا في عهد ديمقراطي باذن الله سبحانه وتعالى وانا دارك في الختام بتقولي شنو لوزير الثروه الحيوانيه. والله انا بقول وزير يعني ربنا يوفقك وان شاء الله يعني فعلا يعني على عهدك يكون يعني في تطور واضح للثروه الحيوانيه وتكون في دعم تقدر تستقطب لنا ناس الماليه ان يدونا الدعم المناسب عشان احنا نقدر نشتغل خاصه في البحوث. نعم وبتقول شنو للسيد وزير الصناعه اللي يتحدث حديث طيب وجميل عن الثروه الحيوانيه كلام جميل وعن الصناعه وانه لابد نستفيد من الميزه التفضيليه بتقول شنو للسيد انا بامن على كلامه فعلا واذا تكافلت الصناعه مع الزراعه مع الثروه الحيوانيه السودان ما في زول بيقدر يغلبه وانا يعني اسمن كلامه وادعمه وان شاء الله ربنا يوفقه. حنكون نمره واحد. حنكون نمره واحد اكيد. ونرجع ثاني للحمه والشيء زي زمان، زمان اخواننا العرب لما يجوا هنا يقولوا انتم معقول بتاكلوا ثلاثه وجبات لحمه الناس حنرجع لدي ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله سبحانه وتعالى. انا بحيي كثير بروفيسور ابتسام امين قريش مدير عام بحوث الثروه الحيوانيه وخبير في الثروه، شكرا لك كثير. شكرا جزيلا كثير خير، اهلا وقناه البوصله واشكرك انت خاصه. اهلا ومرحبا بك. الله يبارك وان شاء الله نلتقي المرات القادمات وكمان نحن نكون مشينا لقدام خطوات. ان شاء الله. باذن الله سبحانه وتعالى. نتمنى نتلاقى واحنا في ظروف احسن. باذن الله سبحانه وتعالى. البلد واقفه على رجلينا. امين باذن الله سبحانه وتعالى. الله يسلمك. وانا بحييك ورسائلك للسيد وزير الثروه الحيوانيه والسيد وزير الصناعه. بإذن الله تكون وصلت ونتمنى الاهتمام بهذا القطاع الكبير والهام واللي حقيقة هو المخرج الوحيد لأنه معين لا ينضب وحتى نلتقي في حلقة أخرى مشاهدي الأعزاء لكم أحلى تحية